السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، هانيين، الله يحفظكم ليا حبيبتي. صحيحتكم لاباس، الله ينوركم ليا. اليوم راه جيت غادي ندير معكم واحد الغداء، راه كتجي غزاله فنه صافي وسهله مهله. بالبطاطا والكفته ان شاء الله تعجبكم وديروها، الله يسهل عليكم. ما تنساوش ديروا لي لايك وديروا ابوني، شجعوني، الله يعطيكم الخير. دابا غادي نوريكم ان شاء الله كيفاش كتصاوب صلصه البشاميل بطريقه بالحليب بارد بلا ما تنديرو داكشي. الناس اللي مبتدئين راه كتكور لهم وكتكرفسوا معاها. الا درتيها بالحليب بارد بلا ما ديري كيفاش ديري الزبده فيها الدقيق وداكشي وكطلع داكشي كتبقاي شحال انت مكرفسه معاه، هكا كتجي مزيانه. كنديرو يا البنات، عندنا السطر ديال الحليب وعندنا ثلاثه المعالق ديال الطحين فورس وعندنا شويه الملحه وعندنا شويه ديال البزار وشويه الزبده حتى كطيب عاد كنزيدو لها ونحركو مزيان. كنديرو السطر ديال الحليب كنكبو وساهله يا البنات، راه كتجي زوينه وكتجي لذيذه كتجي غزاله. وكنديرو دوك ثلاثه المعالقات ديال الطحين وكنبقاو كنحركو كنحركو مزيان وكنديرو شويه ديال الملحه وكنديرو شويه ديال البزار بحال هكا صافي. وكنبقاو كنحركوها مزيان حتى كيدخل لينا داك الدقيق ديالنا كلشي فداك الحليب. وكنردو على بوطه مهيله وكنخلوها وكنتبعوها بالتحرك 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 حتى كيعقد لينا هادشي ديالنا كلشي. وهذه راه كتحتاج لينا هنايا، كاين عندنا هنايا واحد نص كيلو ديال البطاطا مقطع هكا على شكل خواتيم هكا، وعندنا واحد البصله كبيره حتى هي مقطعه مدوره ومصوطيه في الزيت، وعندنا وشويه ديال الملحه، وكاين عندنا بزيره، وكاين عندنا هنايا الكفته. الكفته راه على حسب كل واحد، الله يكون في العوان، على حسب كل واحد يدير داكشي القياس ديالو اللي هو باغي. ها هيك. وكاين عندي هنايا جوج معلقات صغارين ديال الزبده بيتهم لهذا البشاميل، وكاين عندي هنايا الفرماج احمر باش عادي نديروه. وان شاء الله نتوما معايا وعاد تشوفوا هادشي كيفاش غيجي، راه كتجي زوينه كتجي غزاله ان شاء الله تعجبكم يا البنات. انا غادي نجي ونبدا معكم ان شاء الله في سميتو من بعد ما رد هادي طيب ليا. هياك يا البنات، بعد ما وجدت لينا لاصوص بجميل ديالنا راه كتجي غزاله، ما كتجي لا محبه ولا حتى شي حاجه، كتجي سهله. ودهنا المول ديالنا بالزبيده وبطاطايات اللي راه كنقطعوها كنسلقوها بشويه ديال الملحه. وحنا دابا غادي نستفو البطاطا ديالنا اللي سلقناها وصفيناها من داك الماء، كنستفوها بحال هكا في المول ديالنا. راه كتجي هاد الكغاطا راه كتجي زوينه ان شاء الله ديروها وتعجبكم. وكلشي كيبغيها، شكون اللي ما كيبغيش البطاطا؟ راه كلشي كيبغيها، كتجي زوينه. هانتوما يا البنات، راه كتجي فنه وسهله. بنادم يدير شويه شويه هكا ويدوز الوقت.
ديال البنات فسليناها وقديناها هي. طيب ان شاء الله وهاني معكم باش تشوفوها كيفاش جات. الله يحفظكم ليا. ها هي يا البنات بعد ما كطيب راه كتجي غزاله. ها انتم شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي فنه. انتم وديروها ان شاء الله وتعجبكم بالصحه والراحه. ها انتم يا البنات راه كتجي داك الشيء الفن، راه كتجي غزاله هذا الشيء. دابا هو ليا انتم راه كتجي غزاله يا البنات بصحتكم، ديروها ان شاء الله وتجيكم صحة لهنا صحتكم.